موسم 24 25 خلينا نفرض سنة 24 25 راح يكون عندنا دوري محترفين، وراح يكون عدد الأندية كذلك من 16 و 18 فريق. انت تطيع عاز الأندية، حتى الأندية تعرف شو تسوي، تقوم تنافس وتظل يكون هناك قوة بالدوري العراقي. اما الآن يعني انت ما مطيع شعار الأندية، والناس ما تعرف، لا الإدارات تعرف بين منو هذا، منو راح يكون يستمر بالدوري، ومن راح ينزل لدرجة أولى، ومن راح يصعد. فهذا السبب أنا أشوفه بأخطاء كثيرة بصراحة. بأخطاء طبعا، بأخطاء يعني بهذا الوقت أنه كان المفروض أنه سنة. وقلت لك إحنا حسب وجهة نظرك أنت، أنا الشخصية. شخصيا ما أحكي باسم أي شخص، بس دا أقول لك يعني أنت اليوم يعني ممكن بعض القنوات أو بعض الإعلاميين إخواننا أو بعض الناس اللي قاعد تطلع بالتحليل يقول لك أوكي لازم إحنا، لا إحنا ما أنا اليوم ما جامل أقول اليوم إذا أكو دوري محترفين لازم أكو هناك دوري قوي، لازم يكون أكو ملاعب قوية زين، أكو ملاعب، مو أنا اليوم ألعب مباراة بملعب الشعب ورا فترة الملعب الشعب إلى الصيانة. فهذا هذا أسباب يعني. أنا يمكن قد أتفق وياك ببعض الأمور أو أختلف وياك في بعض الأمور، لكن من الضروري أنه تضع الأندية أمام أمر الواقع. إحنا ما نقول لهم سنة سنتين، يقول لك عندك مجال سنة سنتين، ويجون آخر عشرة أيام يشتغلون. لا بس أنت خليهم قدام أمر الواقع وخلص. شوف هسه إحنا الأندية الأغلب الأندية العراقية عانت هسه بهذا الدوري. هسه راح تقول لي شلون يعني، يعني الدوري ما نعرف كان محدد 30/6 يخلص. اغلب 30/6 تمام، اغلب الانديه وقعت لاعبينها المحترفين والمحليين لحد 30/6. هنا ايش صار؟ الدوري بعد يخلص بشهر، بعد تقريبا بعد عندك الكاس بالثامن همين، او في الكاس اكو انديه طالعه من الكاس، اكو انديه قاعده تنافس على الكاس. بس انا راح احكي لك بالدوري يعني. احنا نادي القوه الجوي عانينا صراحه هاي الفتره، عانينا لان نريد نوقع حتى لاعبين المحليين، لان اليوم اللاعب المحلي او المحترف اكو فتره كابتن داود لازم احنا نعرفها. كل الانديه بالعالم بشهر السابع ماكو دوري بالعالم، اغلب الانديه تخلص 25/5 كل الانديه، لان هذا اللاعب المحترف يقول لك انا ممكن، او اللاعب المحلي ممكن ما راح اكمل ويا هذا النادي. اكو فتره انتقالات بيها، لازم اللاعب وين يكون؟ يجوز ما يحصل نادي، يجوز ما راح يكمل وياك. فلهذا السبب اللاعب هنا ينحرج والاداره تنحرج. يعني هسه احنا عندنا لاعبين بنادي القوه الجويه، جلسوا وياهم الاداره القوه الجويه تسجيل عقدهم الى شهر زين، هذا هو يتحمله اداره القوه الجويه ام الاتحاد العراقي؟ تحكي باسم الجويه.